السلام عليكم. تلقينا مكالمات بلي كلاب بانوا فجأة كبار وإلى آخره. هذا الكلب بانوا لأن كاين دي فيمال ولا اون فيمال اون شالور. هذه لا فيمال تكون فيمال وحدة تجيب مع يجيب يتبعوها 20 كلب، تخيلوا. وهادو الكلاب يتشاجروا بيناتهم على جال التزاوج، وزيد الكلاب هادو راهم دايرين فيكساسيون في الفيمالة. دونك ما تتقلقوش، ما على بالهمش باي حاجه، حتى الماكله ما ياكلوش، يقعدوا بوندون اون سيمان هما يتبعوا في لا فيمال وهي مسكينه تتخبى منهم. وكي يشوفوا هكذا بزاف كلاب الناس تخاف تعيط للقالوفه. وعلى هذه رانا نقوموا بمطالبه بتعقيم الكلاب باسم الكلبات في المناطق الحساسه، لان كي نعقموا يسمى يوغا موا دو شيان اون شالور، يكون ميكونش تزاوج بزاف والناس ما تخافش، سيرتو في لي سيتي في لي ريزيدون ولا في مناطق وين كاين كثافه سكانيه. التعقيم مهم، لهذا الا انت توكلي كلبه ولا انت في ورشه عندك كلبات، يفو بونسي استيريليزي لي فيمال، باسكو لا فيمال اليوم راهي وحدها، غدوه طيحوا ان شالور يجوا قريب 20 كلب. الناس تخاف كي تشوف الكلاب تماشى كيف كيف وتجري وتتبع في لا فيمال، باسكو كي تتابعوا بعدا كي تضربوا شكون هو اللي راح يتقرب ليها. والناس تقول لها كي يتقاتلوا ما قادرين يعضونا، هما راهم حاطين راسهم، نعاود لكم، راسهم في الفماله اصلا تلقاهم ياكلوا ويشربوا قاعدين غير واقفين. وهذه المده تقدر تكون سمانه 15 يوم تو ديبا، ومن بعد تيك ابخي ديسباريس يختفيوا على ضربه. وتقولوا اسما كيفاش حتى نختفوا على ضربه، هما كي اختفيو على ضربه ابخي دو موا هكذا نعاودو نفس المكالمات. يقول لك هي جات كلبه بولادها ما سعقوهاش، باسكو علاه الكلبه اللي كانت في مرحله التزاوج هي الكلبه من المنطقه هذيك، فهمتوني؟ هي قعدت في المنطقه هذيك لان فيها ماكله، فيها الوسخ، فيها يسمى الناس يترمي وسخها باغتو، يسمى الكلبه تلقى واش توكل ولادها، على هذه تعاود ترجع هذيك المنطقه. دونك من فضلكم نعاود، الا انتيا ولا نتايا توكل دي شيان ايرون، سيرتو دي شيان ايرونت، ولا عندك شونتيي جبت فيه كلاب عجبوك باسكو يعسوا يا اخي، تيا تساعدك يكونوا الكلاب. مي فو بونسي هذه الكلاب غدوه ولا غير غدوه ولا يجي في وقت قريب يطيحوا في مرحله التزاوج ويجيبوا كلاب واحد اخرين، ومالوغوزمون الناس تعيط القالوفه ويقتلوهم. اوكي لازم نكونوا ريسبونسابل. التعقيم مهم. هيا نهار مبارك.